مرحبا بنات، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير وصحة وعافية. اليوم حبيت اسوي كاستر وجيلي على حسب الطلبات بالبيت، قسم رادة وكاستر وقسم رادة وجيلي. راح نبدي بالمقادير. راح اني اليوم ما عندي حليب سعر، راح اخليه حليب توز، كل معلقتين مال اكل حليب، جلاس ماي. راح اسوي مقدار 3 قلاصات، هاي 4، هاي 5، هاي 6. أضيف شكر على كل قلاص معلقة، 2، 3. أضيف كاستر، ها جايبته من العراق، أعيده كل الزينة، 2، 3. أخلط المواد الجافة، الشكر والحليب والكاستر سويا. حضيف الماي، واحد، 2، 3. شوفوا لونه كلش حلو، هو موجود بتركيا بس من المحلات العراقية ناخذها، مو هيجي لونه أبد، يجي لونه باهت اللي بالقواطي. هذا بالوزن جبناه نحن بوقتها من العراق، موجود الفيديو مرة احنا للعراق رجعنا. راح خليه على النار بعدها أرجع لكم. هنا علقنا الطباخ، خلينا على الطباخ على حركة وسط، لا عالية ولا ناصية. تدرون ريحته كلش طيبة، ريحته ريحة البرتقال، خليه لما تعمى البرتقال. بدأ يسخن عندنا، طفي النار عنه، هذا السخن اللي نريده نحنا. صب الكاستر بالكاسات، راح اترككم يبردون بالثلاجة وبعدها نسوي الجلي ان شاء الله مع الفراولة. هسه نسوي الجلي، راح نجيب لاصين ماي فاير، هذا واحد، هذا 2، هذا الفراولة النوعية. نظل نحرك ايدنا لحد ما يذوب الجلي. ذاب المواد، بدأ يسخن، شوفوا بدأ يسخن. ايش راح نسوي؟ نجيب الكاستر، عجبني احط بسكت ويا الجلي بهالشكل، كسرت يلا هي راح تبقى.
ثم ارجع ادخله الثلاجة مرة تلخ لمدة 10 دقائق وبعدها نطلعه. هذا الشكل صار، راح ندخلهم في الثلاجة مدة 10 دقائق وبعدها نطلعهم يبردون ويصير الجلي كل شيء يتماسك يصير قوي. الكاستر بعد ما برد هذا شكله صار النهائي، راح تجرب لنا اياه بنتي. شو كلش حلو. اذا عجبكم هذا الفيديو لا تنسون ان تشتركون بالقناة وتفعلون الجرس حتى يصلكم فيديوهاتنا الجديدة، واترككم في امان الله. مع السلامة.